لا ليميت ديال جذر واحد زائد اكس كاري على واحد ناقص اكس كاري اكس تونفير موان لانفيني. اذا اول حاجه غادي ندير التعويض المباشر، دونك غادي نحاول نحسب لا ليميت ديال هاد ليكسبريسيون، لا ليميت ديال واحد زائد اكس كاري في موان لانفيني. اذا اكس كاري في موان لانفيني اذا كتعطينا بلوس لانفيني، ولا ليميت ديال واحد ناقص اكس كاري اذا هي موان في بلوس لانفيني كيعطيني موان لانفيني. اذا لا ليميت غادي يعطينا بلوس لانفيني سور موان لانفيني فورم انديتيرمين. اذا لازاله هذا الشكل غير المحدد نستعمل التعميل، اون فاكتوريز. اذا التعميل خصني ندير التعميل في البسط وفي المقام. باش غادي نعمل فكيبان لي هنا لي زيكس، اذا كيمكن لي نعمل باكس في البسط وفي المقام ومن بعد نختزل. اذا غنعملو باكس كاري داخل الجذر، يبقى لينا واحد على اكس كاري داكشي اللي عملت به تقسيم عليه زائد واحد، كذلك كنعملو باكس لتحت او لا من بعد عاد نعمل. اذا واحد ناقص اكس كاري و لانفين لا ليميت. اذا هذا التعبير هذا ممكن نكتبوه على شكل جذر اكس كاري، الجذر ديال واحد على اكس كاري زائد واحد، اذا واحد ناقص اكس كاري. جذر اكس كاري دائما ردوا البال كتعطينا القيمة المطلقة ديال اكس، ومن بعد نشوفو اكس واش عدد موجب ولا عدد سالب. دونك اكس طوندر موان لانفيني يعني عدد سالب، اذا القيمة المطلقة كترجع القيمة المطلقة ديال اكس هي ناقص اكس واحد على اكس كاري زائد واحد. اذا دابا غادي نعمل في المقام باكس، عندنا واحد ناقص اكس كاري اذا نعملو باكس، اذا كانت عندنا واحد عملنا باكس اذا كنقسم على داك اكس، كانت عندنا اكس كاري اذا اكس في اكس اذا عملنا باكس بقات لنا اكس. دونك و سامبليفي بار اكس، اذا كيبقى لينا لا ليميت ديال الجذر ديال واحد على اكس كاري زائد واحد على واحد على اكس ناقص اكس. اذا شنو غادي نديرو؟ حنا عندنا واحد على اكس كاري في موان لانفيني راه زيرو، يعني هادي طونفير زيرو، واحد على اكس طونفير زيرو، اكس طونفير موان لانفيني مع الموان هي بلوس لانفيني، اذا كيجينا واحد على بلوس لانفيني يعني زيرو. هنا نبررو ك لا ليميت ديال واحد على اكس زائد واحد، اذا واحد على لانفيني صفر، صفر زائد واحد واحد، ولا ليميت ديال واحد على اكس ناقص اكس، اذا واحد على اكس يعني واحد على لانفيني زيرو ناقص ناقص لا نهايه اي زائد لا نهايه. إذا غيجينا لا ليميت، إذا غيجينا واحد على زائد لا نهاية، واحد على الانفيني دائما تعطينا صفر.